أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أننا سنخوض تجربة مكون آخر، ألا وهو مكون التعبير والإنشاء. سبق أن تحدثنا في الحصة السابقة على مكون التعبير والإنشاء، نخص فيه الدرس التخيل والإبداع، التدريب على كتابة سيرة ذاتية أو غيرها. ولا شك أنكم ما زلتم تتذكرون على أن السيرة الذاتية هي حينما يسترجع فيها الشخص أو يسترجع فيها الكاتب مجموعة من الذكريات التي سبق أن عاشها في فترة طفولته أو مروراً بفترة شبابه، وهي ما تطرقنا إليها من خلال قراءتنا لنص الانطلاق للدكتور علي الراعي، الذي مر بمجموعة من المراحل، مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. ثم تطرقنا إلى سيرة من نمط آخر، ألا وهي السيرة الغيرية نسبة إلى الغير أو نسبة إلى الآخر، والتي تخص كافة المجالات، سواء كانت مجالات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو دينية أو سياسية وغيرها من المجالات. ولا شك أن كل من السيرتين، سواء كانت السيرة الذاتية أو السيرة الغيرية، تلزمها مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الشروط، من أهمها استعمال، خاصة السيرة الذاتية، وركز على السيرة الذاتية، استعمال ضمير المتكلم، وكذلك تسلسل الأحداث، وكذلك توخي الصدق، أي نقل الأحداث بكل صدق وواقعية، وكذلك تجنب الكذب، واستعمال مجموعة من الفضاءات الزمكانية، أي الزمان والمكان، ثم صياغة كل ذلك في شكل كتابة سيرة ذاتية مكتملة الشروط والعناصر. أما السيرة الغيرية فهي أيضا تتخذ أيضا إجراء آخر، ألا وهي استعمال ضمير الغائب هو أو هي إن كان مذكراً أو مؤنث، وكذلك أيضاً تسلسل الأحداث، الدقة والمصداقية في نقل هذه الأحداث، استعمال أيضاً الفضاءات الزمكانية، ثم صياغة كل ذلك فيما سبق في شكل سيرة غيرية مكتملة الشروط وكذلك الأحداث. الآن سنتحدث عن موضوع آخر، ولكن لابد أن نرتبط بالتخيل والإبداع، لكن سيكون التدريب على تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي. ربما تراودكم مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، ما هي الحكاية العجيبة؟ ولماذا اصطلح عليها بالعجيبة؟ وهذه الحكاية العجيبة هل هي مركبة من سلسلة من الأحداث أو سلسلة من الوقائع؟ كل هذه الأسئلة التي تراودكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، ستضمحل وستختفي بمجرد اطلاعنا على نص الانطلاق المديل في الكتاب المدرسي صفحة 176. لكن قبل قراءتنا لهذا النص لابد لنا أن نعرف بالمهارة، أي أن نعرف بالحكاية العجيبة. فالحكاية العجيبة هي مجموعة من الأحداث المركبة والمتسلسلة وفق منطق يطغى عليه الغريب وكذلك العجيب من الأحداث، ووفقا لمجموعة من الشخصيات وكذلك وفقا لزمن ومكان محددين. بمعنى أن هذه الحكاية التي يطغى فيها العجيب وكذلك الغريب تلزمها مجموعة من الشخصيات، تدور هذه الشخصيات بين عالمين مختلفين، على سبيل المثال عالم الإنس في صراعه مع عالم آخر، قد يكون هذا العالم عالم العفاريت أو عالم الجن وعالم الشياطين أو الأطياف أو المومياءات وغير ذلك من العوالم الأخرى. وهذه الأحداث تدور في زمنين ومكانين محددين، يجب استعمال الزمان وكذلك استعمال المكان، أي مكان وزمان وقوع هذه الأحداث. ثم بعد ذلك سنتعرف إلى أقسام الحكاية العجيبة. قد تنقسم الحكاية العجيبة إلى، لاحظوا معي، إلى الحكاية الخرافية أو الأسطورية،
أي مثال حكايات ألف ليلة وليلة، وهو على سبيل ذلك النص الذي بين أيدينا التي روته راويته أو شخصية شهرزاد، حكاية أو حكايات كليلة ودمنة لابن لصاحبها ابن المقفع، والتي تدور على ألسنة الحيوانات. ثم الشق الثاني فهي الحكاية الخيالية من نسيج الخيال البشري العلمية، مثل حديث الإنسان في صراعه مع الصحن الطائر أو المخلوقات الفضائية التي تطغى فيها جانب من جانب من الخيال العلمي إلى غير ذلك. إذن سنخوض تجربة غمار قراءتنا لنص الانطلاق المذيل في الكتاب المدرسي الصفحة 176 بعنوان الصياد والعفريت. قالت شهرزاد: ثم إن الصياد رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني هذه المرة برزقي، ورمى بالشبكة بعد أن سمى الله وصبر إلى أن استقرت وجذبها، فإذا هي ثقيلة جدا فعالجها حتى أخرجها إلى البر وفتحها، فإذا فيها قمقم من نحاس أصفر وفمه مختوم برصاص عليه خاتم النبي سليمان بن داود، ففرح الصياد بهذا القمقم، ثم إنه حركه فوجده ثقيلا وهو مسدود، فقال في نفسه: يا ترى أي شيء في هذا القمقم؟ لعل فيه كنزا ثمينا، فألا فتحته، وأخرج سكينا وعالج الرصاص ففكه من القمقم وحطه إلى جانب الأرض، فعجب إذ رأى دخانا يتصاعد من القمقم إلى عنان السماء ويزحف على الأرض ويتحول إلى عفريت رأسه في السحاب ورجلاه في التراب، فارتعدت فرائس الصياد من رؤية هذا العفريت وشف طريقه وعمي عن طريقه، فلما رآه العفريت قال: لا إله إلا الله، سليمان نبي الله. ثم تضرع العفريت وقال: يا نبي الله، لا تقتلني، فإني لن أخالف لك قولا ولن أعصي لك أمرا. فقال له الصياد: أيها العفريت، تقول سليمان نبي الله، وسليمان مات منذ 1800 سنة. فلما سمع العفريت كلام الصياد قال: لا إله إلا الله، أبشر أيها الصياد، وبما تبشرني أيها العفريت؟ بقتلك في هذه الساعة شر قتله. فقال له الصياد: يا شيخ العفاريت، هل أصنع معك مليحا فتعاملني بالقبيح؟ هل صممت على قتلي؟ أجابه: نعم. فقال الصياد: بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم النبي سليمان بن داود، أسألك عن شيء وأرجو أن تصدقني، أنت كنت في هذا القمقم، والقمقم لا يسع رجلك ولا يدك، فكيف يسعك كلك؟ فقال له العفريت: أنت لا تصدق أنني كنت فيه. قال الصياد: لا أصدقك حتى أنظرك فيه بعيني. حينئذ انتفض العفريت وصار دخانا واجتمع ودخل القمقم قليلا قليلا، فأسرع الصياد إلى قطعة الرصاص المختومة وطبعها على فم القمقم. هذا النص مأخوذ من كتاب ألف ليلة وليلة الجزء الأول، الطبعة 99/1001، دار صادر للطباعة والنشر، صفحتان 18/20 بين قوسين بتصرف. إذن لاحظوا معي على أن هذا النص قد كتبت فيه مجموعة من الكلمات بلون مضغوط أو باللون الأحمر، فسنقوم بعملية شرح الكلمات الصعبة. كتاب ألف ليلة وليلة هو كتاب فيه خيالات العرب وخيالات شعوب أخرى مثل بلاد فارس وبلاد الهند، وكانت راوية هذا الكتاب وشخصيته أو بطلته الرئيسية هي شخصية شهرزاد. فشهرزاد هي زوجة الملك شهريار وبنت وزيره، وأختها تدعى دنيازاد، وراوية كتاب ألف ليلة وليلة، فكانت شخصية شهرزاد تروي لزوجها الملك شهريار كل يوم تروي أو كل ليلة عفوا تروي له حكاية، ولكن هذه الأخيرة كانت تمتاز بالدهاء وكانت تمتاز بذكاء أكبر، خوفا من قتلها في اليوم التالي. فكانت هذه الأخيرة حينما يبزغ صباح فجر اليوم التالي فأدرك شهريار الصباح، وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح
هذه هي القولة التي تتكرر في جميع الأجزاء، سواء الجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث أو الرابع من كتاب ألف ليلة وليلة التي بطلته شهرزاد. ثم هناك شخصية العفريت إلى غير ذلك، والعفريت جمعه عفاريت، وهو أكبر من الجني نتيجة امتيازه بعتوه وكذلك دهائه وذكائه. ثم ارتعدت فرائس الصياد، بمعنى عضلاته اهتزت وشعر نحو هذا العفريت حينما رآه تحول من دخان إلى عفريت. ارتعدت فرائس الصياد بمعنى أوجسه منه خيفة إلى غير ذلك. ثم نجد كلمة القمقم، القمقم هو عبارة عن وعاء من النحاس. ثم كذلك تضرع الصياد لهذا العفريت خوفا من قتله، بمعنى التضرع وهو التوسل، وخضع واستسلم ورجاه إلى غير ذلك ألا يقتله. ثم هناك كلمة مليحا، أتعاملني أعاملك بالمليح إلى غير ذلك، بمعنى أصنع معك معروفا وكذلك إحسانا. إذن تلاحظون انطلاقا من قراءتنا لنص الانطلاق الصفحة 176 على أن أحداث الحكاية العجيبة انطلقت من مجموعة أو تخللت مجموعة من الحالات. هناك حالة البداية، إلقاء الصياد شبكته في البحر بعد أن سمى الله ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في هذا اليوم رزقا وافرا، أي أن يصيد صيدا وافرا في هذا اليوم. إذن إلقاء الصياد شبكته في البحر كحالة بدئية ابتدأت بها حكاية الصياد والعفريت. ثم بعد ذلك كيف تطورت الأحداث وكيف تصاعدت الأحداث؟ تصاعدت الأحداث وتطورت من خلال عثور الصياد على قمقم، ومحاولة الصياد معرفة ما بداخل هذا القمقم بعد أن قام بعملية فتحه. ثم تطورت الأحداث إلى وجود عقدة، بمعنى وجود مشكل. ما هو هذا المشكل؟ استعداد العفريت لقتل الصياد بعد أن أخرجه من القمقم، وآلت بطبيعة الحال آلت هذه الحكاية إلى نهاية. هذه النهاية دائما ما تكون نهاية سارة، ينتصر فيها عالم الخير على عالم الشر. بطبيعة الحال انتصر فيها الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يتميز بذكائه وبفكره إلى غير ذلك على عالم العفاريت أو عالم الجن إلى غير ذلك، لكون الإنسان يمتلك هبة العقل التي هبها الله سبحانه وتعالى له كغيره من المخلوقات الأخرى. فالحالة النهائية هنا تخلص الصياد من العفريت وانتصاره عليه عن طريق الحيلة والذكاء الذي امتاز به. إذن ماذا سنستنتج انطلاقا من هذه الحكاية؟ نلاحظ في ضوء إجابتك أن حكاية الصياد والعفريت هي حكاية من نسج الخيال البشري، لأنها تدور على حدث عجيب وغريب في الآن نفسه. فبدل أن يصطاد الصياد سمكة، اصطاد قمقما حبس فيه عفريتا خبيثا، وهذا سبب وضعه هنا. والحدث هو عبارة عن حوار بين شخصيتين تنتمي كل واحدة منها إلى عالم خاص، فالصياد ينتمي إلى عالم الإنس والعفريت ينتمي إلى عالم الجن إلى غير ذلك، في مكان وفي زمان غير محدد وبشكل دقيق وزمن عام. ابتدأت هذه الحكاية بإحسان الصياد إلى العفريت عن طريق إخراجه من القمقم، لكنها تطورت إلى محاولة الإساءة والضرر بإصرار العفريت على قتل الصياد رغم أنه أحسن إليه، وتختتم هذه الحكاية بنهاية سارة ينتصر دائما فيها عالم الخير على عالم الشر، بيتغلب فيها الصياد بذكائه البشري على العفريت رغم ذكائه هذا الأخير وخبته ومكره الأزلي. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، كيف يمكننا أن نكتب حكاية عجيبة سواء يدور فيها الحدث العجيب والغريب؟ كيف يمكننا أن نجند أقلامنا بين أناملنا لكتابة حكاية عجيبة، سواء حكاية عجيبة يدور فيها العجيب والغريب أو حكاية من الخيال العلمي؟ لكي نكتب حكاية
من كلا النمطين معا لابد لنا أو تلزمنا مجموعة من الخطوات كما رأيناها في السيرة الذاتية وكذلك السيرة الغيرية. إذا لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، خطوات المهارة، بمعنى الخطوات التي أيضا سبق لنا أن تعرفناها في النمط الأول من خلال السيرة الذاتية أو السيرة الغيرية، لكن هذه الخطوة تختلف عن سابقتها بمجموعة من العناصر الدقيقة. إذا كأول خطوة هي تحديد الحدث، أين تدور هذه الأحداث؟ أحداث هذه الحكاية العجيبة أين تدور؟ هناك حالة البداية، لاحظوا معي حالة البداية. اختر أيها التلميذ، عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، اختر بداية لحكايتك واجعل هذه البداية هادئة، فلا تبدأ بأحداث متوترة منذ البداية، ولتكن هذه المرحلة فرصة لوصف المكان وتحديد الزمان وتقديم الشخصيات. سبق أن تحدثنا أن الشخصيات قد تنتمي كل منها إلى عوالم مختلفة. إذا اخترنا هناك عالم العفاريت، عالم الجن، الشياطين وغيرها من العوالم الأخرى، وهذه العوالم تتصارع مع عالم واحد ألا وهو عالم الإنسان الذي يمتاز بذكائه وكذلك، وتنتهي دائما هذه، غالبا ما تنتهي هذه الحكايات بانتصار الإنسان، بمعنى بانتصار الخير دائما على الشر. ثم ننتقل إلى عمليات التحول. في هذه المرحلة اجعل الأحداث تنطلق وتتطور، ولتحقيق ذلك ينبغي أن نقترح الحدث المحرك، أي أنك ستقترح سببا يؤدي إلى حدوث عقدة أو مشكل أو المشكل. لاحظوا معي هنا، حدد العقدة، صف الورطة أو المشكلة التي وقعت فيها أو وقعت فيها شخصية أو شخصيات الحكاية أو القصة، ثم في نهاية المطاف نقترح حلا. اجعل الشخصيات تتوصل إلى حل، واحرص على أن يكون الحل ذكيا ومجديا دائما، كما رأيناها في حكاية الصياد والعفريت، انتصر دائما الصياد عن طريق ماذا؟ عن طريق ذكائه وذكائه البشري، وعن طريق ميزة العقل التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن لاحظوا معي هنا الخيال العلمي، الحكاية من نمط آخر وهي الخيال العلمي، يدور أحداثها بين عالم الإنسان أو عالم الصحن الطائر أو المخلوقات الفضائية إلى غير ذلك. إذن كأول خطوة، الخطوة الأولى هي تحديد الشخصيات، اختر شخصية خيالية أو شخصية أسطورية كما رأيناها سالفا خارقة، واجعلها تتصارع مع شخصيات عادية من الواقع. والخطوة الثانية هي تحديد الفضاءات الزمكانية، جمعناها في كلمة الزمكانية لأنها تنشطر إلى قسمين، زمان وكذلك المكان. اجعل أحداث حكايتك تدور في زمن ومكان عجيبين وغريبين، أي أن نصف هذه العجائبية بين زمنين مختلفين، المكان وكذلك الزمان، فالزمان يرتبط دائما بوقت، والمكان يرتبط بفضاء إلى أو فضاء أو مكان تتواجد فيه هذه الأحداث أو تدور فيه تلك القصة. ثم الخطوة الخامسة والأخيرة، صياغة كل ما سبق في شكل حكاية عجيبة، إنما من نسيج الخيال العلمي أو حكاية كما سبق أن رأيناها في نص الانطلاق تحت عنوان الصياد والعفريت. إذن ننتقل الآن إلى مرحلة التركيب. فالحكاية العجيبة هي حكاية مركبة من سلسلة من الأسباب والنتائج، تدور أحداثها في عالم خيالي غير واقعي، ويسيطر على أحداثها العجيب والغريب. وفي هذا العالم العجيب ينتصر فيه الضعفاء على الأقوياء، ويكثر فيه الحديث عن الجن، أي عن كائنات لا تنتمي إلى عالمنا الواقعي. ربما اخترنا في النص العفريت، قد يكون هناك جن، قد تكون مومياء، وقد تكون قد يكون شيطان وغيرها من العوالم التي لا تنتمي إلى عالمنا الواقعي. ومن أجل كتابة حكاية عجيبة ينبغي اتباع وتقفي الخطوات الآتية. أولا تحديد الحدث، لاحظوا معي هنا تحديد الحدث أو عدة أحداث تكون موضوع القصة التي تريد أن تحكيها، تحديد شخصية أو عدة شخصية تنتمي إلى عوالم مختلفة، الإنس
والجن الإنس والشياطين والشخصيات التي تلعب أدوارا ثانوية كالشخصيات الثانوية، وهناك يمكنك أن تستفيد مما اكتسبته من مهارة وصف شخص كما رأيناها سالفا، ثم تحديد مكان الحدث أو الأحداث وأمكنتها التي تدور فيها أدوار الحكاية العجائبية، ضفة، نهر، غابة، كهف، مارستانات أي مستشفيات المهجورة ومقابر وغيرها من الأمكنة، ثم تحديد زمن أو الأزمنة التي ستؤطر بها حدثك أو الأحداث الحكاية العجائبية أو من نسيج الخيال العلمي، ثم تحديد الهدف، ما الهدف من إرادة حكايتك، واختيار بداية وعقدة ونهاية، ثم صياغة كل ما سبق في شكل حكاية عجيبة مستوفية لجميع الشروط التي ذكرناها. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، أملي أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتعلق بالتخيل والإبداع، التدريب على حكاية عجائبية أو من نسيج الخيال العلمي، وآمل أن الحصة المقبلة بإذن الله تنجزون نص التطبيق أو أنشطة التطبيق المتعلقة بنفس الموضوع، موضوع التخيل والإبداع، التدريب على كتابة حكاية عجائبية. سأقرأ لكم نص الموضوع. تخيل أنك صادفت جنيا في حالة يرتى لها، فأخذت بيده وأحسنت إليه وصحبته إلى منزلك، لكن الجني لما تحسنت حالته قلب لك ظهر المجن ونقم عليك. اكتب حكايتك أيها التلميذ، أيتها التلميذة، معه واضعا لها نهاية سارة مثلما آلت إليه نهاية هذه القصة، قصة الصياد والعفريت، بانتصار الصياد على العفريت، باعتبار أن دائما ينتصر عالم الخير على عالم الشر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.